ليست الحرب وحدها من تبقي على سجلاتها مفتوحة لتدوين أعداد القتلى يوميا، هنالك أيضا سجلات مفتوحة أخرى وهي أيضا جزء من حرب الميليشيا على اليمنيين أو إحدى تبعاتها. الحديث هنا عن ملف المختطفين، عن آلاف غيبتهم الميليشيا عن الحياة الطبيعية وذهبت بهم إلى ما وراء الشمس وربما إلى ما وراء الحياة. هذا الملف يشبه نقطة سوداء كثيرة هي أبواب الدخول إليها ولها مخرج واحد، فالدخول إلى هذه البقعة يشبه وضع أول خطوة على عتبات الموت، أما الخروج منها فوداع حزين ونهائي. قد يتدخل المال أحيانا لعودة أخرى إلى الحياة، وما أندر الحالات التي يتدخل فيها المال. الشاهد هنا ما تضمنه التقرير الأخير لرابطة أمهات المختطفين الذي حمل زيادة كبيرة في أعداد من ولجوا إلى منافي الميليشيا. بحسب التقرير فقد بلغ عدد المختطفين 5347 مختطفا في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، احتلت الأمانة فيها المرتبة الأولى، تلتها ذمار فحجة فالحديدة فعمران وباقي المحافظات. هؤلاء الذين تضمنهم التقرير لا تهم واضحة لهم، فالأمر خاضع لأمزجة مشرفي الميليشيا، وقد يكون من تم اختطافه صحفيا أو ناشطا أو حتى سياسيا، كما هو الحال مع القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان الذي تصادف اليوم الذكرى الثالثة لاختطافه.